لو تضعنا في أهم تفاصيل التطورات الأخيرة في المحافظة ونيتكم فتح جبهات جديدة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتطورات الجديدة فهي تطورات تقريبا يومية، والاستعداد قائم في الجبهات القائمة الآن للتقدم إن شاء الله قريبا إلى مركز المحافظة. وهناك تفاعل شعبي من داخل المحافظة وتواصل باستمرار، وهناك أيضا استعدادات للجبهات على أساس إن شاء الله التقدم. مع ذلك أيضا في الجهة المقابلة هناك ضعف شديد في الجانب الحوثي من الناحية البشرية. الآن استهلك الحوثي أغلب ما عنده من المقاتلين من صغار السن والمغرر بهم، وبدأ الآن يعني يدفع بآخر ما لديه من مقاتلين. حصل قتلى كثير منهم في جبهة علب قبل أيام وجرحى وأيضا أسرى. والحوثي الآن يتقهقر في عقر داره ومركزه ومكانه المقدس التي هي محافظتنا محافظة صعدة.